اليوم ضيفتنا الأخصائية والمربية روبا ناصر، حتخبرنا أكثر عن النشاطات الصيفية مش جايين للصيف كثير، النشاطات اللي ممكن نحن خلال العطلة الانتصافية نروح فيها مع أطفالنا، إن كان بمتابعة المنهاج، إن كان بالإعادة، وإن كان خلينا نقول الهوايات والشغلات الفنية. صباح الخير روبا. صباح الخير. قد إيه مبسوطة اليوم معطلة؟ كثير. طبعا نحن هلا عم ناخذ بريك، يعني هو صاير بريك قصير بعد هالضغط والقلق اللي صار والامتحان، بتعرفي ضغط نفسي وهيك، فهلا بلشنا بريك يعني من امبارح. صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا نحكي بالبدايه، دائما العطله الانتصافيه في اشخاص او اهالي بيقولوا انه لا، لازم الطفل او يعني الطالب يعمل مراجعه لكل شيء اخذه خلال الفصل الاول، وفي اشخاص لا بيتركوه يرتاح. شو لازم يسوي الواحد بهال 15 يوم؟ هي 10 ايام. هلا لنقول انه نحن بدنا نراجع، بدنا نكون هيك ظالمين الطفل، لانه هو عمليا عمل بالامتحان مراجعه لكل شيء، تمام؟ هلا لنقول في امهات بيقولوا لي انا عندي ابني مثلا عنده مشكله بالانجلش، طب ما عليه، خلينا ناخذ بريك كم يوم، بنخصص اخر 3 ايام بالعطله، بنرجع بنعمل اعاده اقلاع لحتى نبلش بنشاط على الفصل الثاني. يعني اغلب الناس مثلا بيقولوا انه طالما هي عطله ربعيه فانا رح كثف لغه الماث او الانجليش، اي شيء انا عندي تقصير فيه. انا بطلب من كل امهات الاطفال، يعني معلش خلينا ناخذ بريك، نتنفس الصعداء، يعني هي 10 ايام ومعلي، بنرجع قبل المدرسه بيومين بنعمل يعني اعاده تهيئه، اعاده اقلاع. احنا امام منهاج يعني ضغط فظيع، يعني انت يعني اليوم ما بدنا نجامل بالقصه، يعني حضرتك بتعرفي اليوم المنهاج، حتى ان كان الكيجيات يعني اليوم عم يروحوا لتهيئه لمرحله اساسيه، صح اليوم انه مفروض ينتعب عليهم، ولكن حقهم اليوم كمان هذا الطفل خلال هذا الاسبوع يمارس نشاطاته هواياته. فعن جد يعني بجوز الامهات اللي بتقول لك لا انا بدي ابعته على يعمل درس، على الدرس او بالانجلش، فكثير مهم النصيحه اللي نصحتي انه نحن نترك هدول العشر ايام استراحه لروحه، خليه يرجع بطاقه حلوه. يعني كمان طبعا هلا نحن بخلال العام الدراسي يوم الخميس بنقوله فري، يوم اوف، ما في ماما معلي انا اليوم اسهر بكره جمعه، تمام؟ فما بالك بهالعشر ايام، حرام نحن اطفالنا. خلينا نكون واقعيين، مثل ما قلتي حضرتك وتفضلتي، خلينا نكون واقعيين، نحن بمناهج ثريه غنيه، بدها طفل ذكي، بدها طفل دائما متواجد، عقله دائما ساطع وعم يشتغل، بس ما عليه، بيشتغل بريك، هذا الطفل بالنهايه انسان، يعني ما نقالي انا ما بدي اعمل ابني روبوت، ما بدي بنتي تكون هيك آلي حاسبة، لا مالي، ريح، في بريك، في استراحة، ريلاكس، أعصابه بترتاح، معلش. بس أنا يعني كيف بدي استثمر هذا الوقت بإني أنا ما أضغط ابني وبنفس الوقت ما يروح الوقت هذا هيك هباء؟ يعني أنا مثلا رح نظم وقتي، أنا عندي مثلا 3 أولاد، أوكي، هني بأعمار مختلفة، كيجي صف ثاني صف سادس، شو بعمل؟ رح نتفق أنا وياهم على برنامج. أنا إذا موظفة أنا بدعي كل أمهات العالم عن جد، وقت بريك ولادك خدي إجازة، خدي إجازة، قديش مهم الوقت الأسري وإنه نحن نقضي مع بعض هذا الوقت، كتير حلو. يعني نحن مثلا قديش حلو الدوائر الرسمية كله صار شو هالنداء هذا يا ربا حبيبتي معلش. هلا ابني أنا من الصبح معطل، تمام، ولمدة تقريبا 10 أيام ل 15 يوم، قديش حلو الفطور الجماعي، صحيح، قديش حلو نقعد وقت مثلا انا بنتي لنفترض عندها مشكله بالقراءه، شو بعمل؟ بجيب لها قصص مصوره منه بتحب القراءه ومنه بعمل لها جوائز تحفيزيه. هلا مثلا انا بنتي بتكره تنضبط انها تقرا صفحتين ثلاثه، شو بعمل انا؟ خلصتي اليوم قصه مثلا، هي بدها تشتري اليوم شيبس، لا ما في وقت الشيبس، ما راح يكون، او وقت التاب ما راح يكون لحتى تقراي لي القصه. يعني انا هيك ميزت ما بين وقت المطالعة وعملت تنظيم للإنترنت، يعني أنا ما رح خليكي تشوفي مثلا هذا البرنامج اللي بتحبي على التاب لحتى أنت تقرأي لي القصة. شو عملت أنا هيك؟ بنفس الوقت عملت لها جائزة تحفيزية وقتها على التاب، وبنفس الوقت هي قرأت، يعني قامت بالمطالعة. هلأ بيجيني حدا بيقول لي معلش أنسير، وبخلينا نكون واقعيين كتير، نحن كل الوقت على الموبايلات، يعني إذا ما عم نطبخ بنقعد على الموبايل، نحط مثلا مشروب كذا،
اذا ما اجوا طيب بلكي اجوا لعنا بيت جده وخربوا لنا او بلكي نحن سافرنا وخرب كل النظام تمام. في كثير ناس بيقولوا لي انه نحن اغلب الوقت بنسافر بالعطله. طب معلش انا قديش فيني حافظ على نظام مع اولادي وقديش فيني اثر على المجتمع اللي انا عايشه فيه انه لك وانا حتى لو نحن لك وجايبين معنا قصصنا تمام لكن عم نطالع تعالوا نحكوا القصه لتيتا وجده لعمته وعمه يمكن بعض الاشخاص بيتذمروا. انا اكثر شيء بالوسط المحيط فيني انا بدي قديش اثر عليهم انه معلش انتوا قولوا له هلا يقول لنا شو القصه يقرا لنا اياها كذا اي موضوع مثلا يمكن انا اكون جايبت لهم شيء بالانجلش لانه صح. ابني بدي قوي بالانجلش لو اسماء الالوان الفواكه الخضروات شو ما كان بس جايبت له مجلد بالانجلش لقوي له لغته الكونفرزيشن تبعه فبطلب من الاقارب انه يسالوا لحتى يساهموا معي. طيب حكيتي عن نقطة كتير مهمة اليوم انه خليكم للأهالي كنت عم تشهي انه خليكم ريلاكس يعني ونحن هون عم نحكي طبعا عن فئات عمرية صغيرة وانه حلو الواحد يعني طفلي يحس بالحرية ويسهر وإلى آخره. نرجع لموضوع فقرة النوم والسهر يعني كمان هي فترة قصيرة طبعا إذا نحكي 15 وانت كسرتي فيها روتين بس كمان رح تروحي يمكن تحملي معك يعني روتيني جديد لتبلشي الفصل الثاني من اول وجديد تمام. هاي النقطه اللي عم نحكي عنها موضوع السهر اليوم كيف ممكن الاهل يتعاملوا معه؟ هلا البيئه اللي عايش فيها الطفل هي اللي بتفرض تمام. هلا اكيد كلياتنا ما فيني اقول لك انا رح احكي بشفافيه انا كأم بغض النظر عن كل الاختصاصات اللي انت بدك تحكي فيها انت كأم لحالك يعني عمليا اذا كنا ننام 8 ونص صرنا ننام 10 ونص صحيح صرنا ننام 10 ونص واذا كان عندنا حدا وفينا يعني نعرف انه هذا الحدا بيدافع عني بنام انا 12 تمام. قديش انا فيني اكبح هذا الشيء؟ معلش نحن رح نحط وقت متوسط ليش؟ مشان وقت انا ارجع بدي اعود ابني الساعه البيولوجيه عنده كلها تخربطت تمام. نحن كنا ننام 8 ونص نفيق الساعه 6 لحتى ناخذ كاسه الحليب ونجهز حالنا ونروح على المدرسه فهذا كله رح يتخربط تمام لانه نحن اولريدي رح نفيق الساعه 9 10 اكيد. فعمليا انا معلش رح اتخذ قرار بيني وبين اولادي ماما انا سمحت لكم بالسهر طالما هلا في عطله بس يوم الجمعه نحن رح نريد نعمل بقى اعاده للنظام القديم يعني يوم الجمعه انا اجباري بدي نايمون يعني حتى بدي صحيهم يوم الجمعه بكير مشان يناموا بكير وبنرجع يوم السبت صحي يوم بكير مشان يناموا بكير لحتى خلص يسترجعوا بقى الساعه البيولوجيه تبعهم ترجع. هلا ما في شيء اسمه صدمه انا ما فيني اقول له لابني سهر كل يوم ويوم الاحد اجي فيقه بكير يلا ماما عندك مدرسه اكيد ما في هي صدمه يعني فعمليا كل شيء بالتعود طبعا. هلا نحن اكثر حدا شيء بنتعذب لانه نحن اللي بدنا نفيق ونحن اللي بنجهز بتعرفي الامهات الله يعين الامهات لا اذا عطله هن مرتاحين ولا اذا امتحان مرتاحين ولا اذا دوام عادي مرتاحين فعمليا قديش انا فيني سيطر على الوضع قديش انا فيني يكون دبلوماسيه مع ابني ما ازعجه عطله سعيده وبنفس الوقت اتفاقات يعني نحن من اول يوم بالعطله لازم ناخذ الاتفاقات مع بعض نعقد الصفقات كلها بدك معها ولا طرف يخل بالقصة يعني اكيد. هلا نحن احيانا احنا الامهات من خل يعني احيانا بتشعري بالتعب بالاجهاد يمكن انت تنامي قبل اولادك يمكن هن قاعدين على الكمبيوتر او طب يعني الفكره انه نحن عم نشوف نحكي نحن دائما بنحكي بصباحاتنا على انظمنا المفروض نتبع مع اطفالنا ولكن على ارض الواقع نحن عم نطبق 30 40 يعني اذا كثير كنا قوايا 50 يعني وانت بشكل شفاف من الاخر يعني الفكره بكل شفافيه النت السوشيال ميديا اخذوا وقت كثير وخاصه اليوم ضمن العطله اليوم انت يعني اول كلمه بقول لك ماما معطل تركيني اخذ راحتي يعني هي اول كلمه وحتى لو كان صغير يعني بلشوا يفهموا بهاي القصص. اليوم نحن كيف قادرين حتى النت نحن نستثمره بشيء ايجابي؟ صراحه نحن عندنا طفل واعي جدا طفل متحدث طفل جدا بيقنعك سواء اذا بنت وبدون نت فما بالك هلا وبعد تصفح صفحات النت. طبعا هلا انا رح اقول لك مثل اي ام ابني وابنك وكل الاولاد هلا كلياتهم غازين نت والتاب والالعاب الالكترونيه. هلا لا نحكي على موضوع انه مواقع تواصل اجتماعي او مواقع تواصل على النت انه مثلا يوتيوب او تيك توك او شيء. انا اهم شيء اني يكون مدخله موقع بخص الاطفال هذا اهم شيء عندي.
ثاني شيء المحتوى، قديش انا ابني لازم يتابع محتوى مفيد. هلا اكيد كلياتنا بنعرف انه النت له ايجابيات وله سلبيات. هلا اكيد التواصل في طرق كثير بيتعلمها الطفل على النت، في العاب بتنمي الذكاء، بتنمي التدرج التصوري عنده، في كثير شغلات كثير حلوه وبتفيد الطفل، ذكاء بصري، ذكاء لغوي، في العاب صدقا بتعمل ذخيره لغويه انجليزيه باللغات. هذا جانب ايجابي صراحه. اما الجانب السلبي هو صراحه ارهاق، خمول، كسل. الطفل يعني صار الطفل بياكل هو مدموج، عمل له سمنه. يعني انا وقت بدي امسك التاب لساعات انا حتى ما عم ارفض اقعد على طاوله السفره مع اهلي، اذا انا شو اخذني لعالمه. تمام، نفقد التواصل بيني. اكيد انا وقت بدي احكي معك وعيني بالموبايل انا ما في تواصل بصري بيناتنا، ما في هي الشغف والحميميه بالحديث، ما في يعني كل هذه الشغلات بتنعدم. وللاسف نحن قدر الامكان بدنا ننظم، قدر الامكان انا كأم وانت كأم وكلياتنا لازم ننظم الوقت. ودائما قلت لكم الانترنت لازم يكون كجائزه تحفيزيه، سواء على القراءه او بعد ما نرجع من المسرحيه او بعد ما نرجع من السينما او بعد تمشايه الحديقه. انا هيك بنصح كل امهات ان شاء الله هيك نقدر نطبق على ارض الواقع النصائح. ربا اكيد بدنا نشكر وجودك معنا اختصاصيه التربويه ربا ناصر، واكيد عطله سعيده لكل الامهات. اكيد عطله سعيده لنا كلياتنا. شكرا ربا، تمنياتنا لك هيك بقى نهار حلو مع اطفالك. ان شاء الله. شكرا لك.